مسألة أن كامب ديفيد كانت فرصة ذهبية للفلسطينيين بددها عرفات الراحل، فهذا كلام أبعد ما يكون من الدقة، فإن كامب ديفيد وأوزلو وكل الاتفاقيات منذ 1947 إنما هي تنازل بعد تنازل. وإذا دققت، وباعتراف الصهاينة أنفسهم، إذا دققت في هذه المعاهدات وجدت أنها غير منصفة وتلغي الطرف الآخر، وبالإضافة إلى الاعتداء على فلسطين والمجيء من البلاد الأخرى وأخذ الأرض بالقوة وتهجير الناس قسريا، لم يتم تقسيم الأرض على حسب الديموغرافية التعدادية، يعني على حسب تعداد السكان. فحين كان الفلسطينيين 70% واليهود كانوا 30%، قررت الأمم المتحدة أن تعطي اليهود 54% من الأرض والباقي أقل من النصف للفلسطينيين. ولهذا رفض العرب وصارت الحرب. وبعد الحرب ماذا حدث؟ إسرائيل لم تأخذ فقط 54%، بل أخذت 80%، وبعد مدة لم تبقى على 80%، بل استمرت في التوسع إلى أن وصلت إلى 100%، أي احتلال ما تبقى من غزة وما تبقى من الضفة الغربية. والآن منذ 30 سنة وهي تغتصب المسلمين جميعا بكل وقاحة وبكل صراحة، وتحتل في الوقت الحاضر الجولان وجزءا من لبنان وفلسطين، والعالم يصفق لها. فلهذا كما يقولون، ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. ولذا فأرجو منك أن تدقق في المعلومات وتؤصل المعلومات، ولكن يعني محاولتك جدا جيدة في فتح الباب للحوار على قناة اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.